في فقرة التغذية اليوم باش نحكيو على الرجيم المناسب لمرضى السكري نجموا يسيموا الأكيد خلال شهر رمضان الفضيل. باهي أول حاجة خلينا نعرف شكون ينجم يسيم وشكون ما ينجمش يسيم في شهر رمضان وكيفاش نحددوا معناتها لي كريتير هذوما. باهي أول حاجة الشخص الوحيد اللي نجم ينصحك تسيم ولا ما تسيمش هو الطبيب اللي تبع فيك. أوكي. هذه أول حاجة خاطر هو اللي باش يعدل لك الأنسولين نتاعك وإلا كان تاخذ في دواء إحراج معناتها. خاطر سا ديبون فما تيب 1 فما تيب 2. نشوفوا نقولوا لا تيب 1 ما يسيموش تيب 2 يسيموا مش هكاك لا أنت والديابيت نتاعك ما تنجم تسيم إلا ما تكون يرخص لك طبيب يرخص لك طبيبك لازم تكون الديابيت نتاعك إكيليبغي. هذه أول حاجة يشوف لك المخزون نتاع 3 شهور الأخرين. لازم مش الشهر هذايا هاني منظمة فيه دونك نجم نصيم. باش تصيم رمضان لازمك تحضر له قبل 3 شهور على الأقل. لازمك الديابيت نتاعك تكون ستابل إكيليبغي. يعني المخزون نتاعك لازم يكون أقل من 9 على الأقل. كي تعمل الجليسيمية على الخوي لازمها تكون مريقلة. معناتها فما دي نورم معينين لازموش نفوتوهم ولا ننقصوا عليهم. ماكش تعمل في ديزيبو جليسيمي. يعني انت 3 شهور الاخرين لا عملت كوما لا عملت كومبليكاسيون لا عملت ايبوغليسيمي يعني ماكلتك منظمه. دونك وقتها نجمو نصيمو. وكان ما عندكش زاد مرض اخر مع الديابيت معناتها وقتها تولي تنقص الفرصه نتاعك باش تصيم. كان انت ديابيتيك مثلا وعندك التونسيون ولي صعيب شويه كان تنجم تسيم ولا كان عندك الكلاوي نتاعك فيهم مشكله كيف كيف راهو صعيب باش تنجموا تسيموا. وننصحهم باش يسمعوا كلام الطبيب نتاعهم على خاطر جينيرالمون سيرتو الكبار شويه في العمر ما يحبوش يفطروا في رمضان. ما يحبوش يفطروا في رمضان عيب بالنسبه لهم يفطروا في رمضان. باش نوصل معاك لنقطه مهمه مخاطر الصيام صيام شهر رمضان أي. بالنسبه للناس اللي ما لازمهمش يسيموا خليني هنا فما دو تيب نتاع سكري تيب 1 وتيب 2. اي تيب 1 اللي هو طبعا الناس اللي تاخذ في الانسولين وتزرق في الانسولين. تيب 2 اللي ياخذوا في الاحراج باش نقولوا احنا في اللي جيلو به ان هما اللي يعني الاغلبيه ينجموا يسيموا جماعه الانسولين ولا الجلوكوفاج جماعه الجلوكوفاج اكثر الجلوكوفاج بلوتو اي جماعه الحليب هما اللي نجموا يسيموا اكثر جينيرالمون حتى الانسولين راهو ينجموا يسيموا كي يبدا الديابيت نتاعو ستابل وايكيليبر شعملنا في ويعدل لي دوز هو هنا تصير المشكله خاطر هو جينيرالمون باش يكون 3-4 مرات يزرق في الفطار في رمضان ما ينجمش يزرق اكثر من 3 اكثر من زوز سامحني اكثر من زوز معناتها في الفطور وفي السحور والسحور وجبه السحور تو نحكيو من بعد هنا راهي ضروريه وفي الصباح مش تتسحر قبل ما ترقد يعني مع الذي قبل الذي في الفجر اي وقتها تولي مهمه. وبالنسبه لجماعه الجلوكوفاج اللي هما حربشهم يعدلوهم اذا كان الجابات نتاعهم اكيليبري ما فماش مشكله يعدلوا الماكله شويه ينجموا يسيموا فاسيلمون من غير حتى اضرار معناتها والاضرار هنا تتمثل يا اما السكر يطيح برشا والا السكر يطلع برشا. ووقتاش نقصوا الصيام حتى كان انت صايم تفطر حتى كان بدرجه من كان الديابيت نتاعك قصت الجليسيمي نتاعك ولقيتها اقل من 0.7 راك هنا عملت ايبوغليسيمي دونك لازمك تاكل والا كان عملت ايبر جليسيمي يعني السكر طلع اكثر من 3 غرامات راهو ايميدياتمون تفطر. تخي بيان كل قداش مريض السكر حتى وهو صايم يقيس السكري نتاعو والحاجه المهمه زاده لازم يراقب السكر نتاعو بالضبط على الاقل في الصيام مرتين في الصيام مدة اللي هو معناتها صباح وعشوية المدة اللي هو صايم فيها على الأقل مرتين صباح وعشوية قبل ما يشق فتره بالضبط يقيس وبعد شقان الفطر يقيس ديريكتومون بساعتين يعني قبل شقان الفطر يقيس قبل ما يحل فتره فوالا وبعد شقان الفطر بساعتين لازم يقيس كيف كيف الأنسولين والجلوكوفاج الكل الزوز. الكل اي سورتو البريود اللي ما ليمت الويله نتاع رمضان هنا باش يثبت اسكو الصيام ماشي معاه سافا والا فما مشكله. وحاجه ثانيه زاده اللي مهمه برشا ينجموا يعملوا ديديغراتاسيون سورتو اذا كان تطلع برشا السكر في النهار راهو البدن ينجم يشيح ينجموا يعملوا ديديغراتاسيون وهذه هي مشكله كبيره ياسر بالنسبه للديابيتيك. دونك ثلاثه حاجات هما لازم يخافوا منهم ليبوغليسيمي ليبيرغليسيمي والديديغراتاسيون هذوما ثلاثة حاجات اللي لازمهم يراقبوهم. دونك الماء
الفترة نتاع الليل اللي بشكل فيها مش نحكيو على الريجيم مش أقل من إترتين في النهار. واضح في الليلة هذيك. إكسلون، بي أعطينا هنا ريجيم أليمونتير أديكوا معتدل إكيليبغي لمرضى السكري اللي أطبائهم سمحوا لهم أنهم يسيموا مش من راسه قرر وحده يسيم. بعد مش نحكيو أيضا على ناس اللي سكرها مش معدل هل يجمو يدخلوا في ديكوما لا قدر الله لو كان يسيم. ينجموا بالطبيعة. بعدهم ديفلوبي. ألو غيمنا. دونك بالنسبة للريجيم أول حاجة باش يبدا بها هو العبد كيفاش يشق فترو هي الدقلة الحاجة معناتها اللي فيها سكر والماء أو البن أو حليب أو بسيسة أو لهنا بالنسبة لمريض السكر لازم مع الدقلة ياخذ حاجة فيها بروتيين يعني يا إما برودوي ليتي حليب يا إما ياغورت يا إما شوية فاكهة فرد وقت أي معاها فرد وقت علاش باش ينقص من لابسوربسيون تاع السكر اكل بيك اللي باش تعمل انت كي باش تاكل كعبه ولا كعبتين دقله باش تعمل بيك ما لازمكش تعمل بيك انت كمريض سكري لازمك تنقص من الامتصاص نتاع السكر الموجود في الدقله هذيك يا اما ببروتيين بشويه فاكهه فيجيتال كيما الفاكهه والا بروتيين انيمال كيما الحليب البن والا نجمو زاد بسيس على خاطر فيها برشا الياف هذوما الحاجات ما تمنكلوش دقله وحدها كعبه وما نفوتوش لهنا اما مش برشا كعبتين على كعبه الى اثنين انت والباسيون راهو مش الناس الكل انت وسكرك شنو اموره زاد انت والباسيون انت وعمره انت والسكر نتاعو انت وبرشا حاجات اسكو عنده مرض مزمن اخر دم ولا امراض قلب وشرايين زاد ولا كلى يفرق زاد لهنا بالطبيعه الماكله تفرق بيان سور نردوا بالنا مش كان على السكر نردوا بالنا على حاجات اخرين زاد قلت الامراض الاخرى والحركه زاد اللي هي مطلوبه ايضا سورتو جماعه السكري لازم شقينا فطرنا على كعيبة دقلة وسوخ بروتيين يا فيجيتال يا انيمال يا شوية حليب ولا ياغورت ولا شوية قوطة شوية مش حاجة اي تنجم تكون حتى مغرفتين قوطة ظاهر لي لهنا اي حتى حاجة بسيطة الماء لهنا طول بعد لا لازم نشرب الماء تو سويت بيان سور هذاك كاس الماء باش البدن يستوعب اللي راهو حل فطرو اي فوالا رانا باش نبداو ناكلو نحضروا المعدة والمخ اللي راهو ماكلة باش تدخل البدن رانا باش نبداو ناكلو لازمنا راهو نرتاحوا شوية شوية حتى ربع ساعة بالنسبة للعبيدة دي باش تصلي تمشي تصلي شو نقول لك أنا ديجا الأغلبية نعملوا أون بوتيت وقت بعد هكا الدقلة والحليب ولا البن اللي خذيناه نعملوا هكا ربع ساعة بعد راش بوز صغيرة خاطر تعرف العبيد توا على بعضه معناتها من الدقلة للحليب للبريكة للبريكة كل شيء كل شيء مع بعض ودو بريفيرونس نعملوا ترتيحه صغيره تكمل تحط طاولتك تعمل نتاعش كان تصلي تمشي تصلي صحيح المهم تعمل حاجه ترتح فيها المعده نتاعك فوالا كان ربع ساعه هذيك ومن بعد اول حاجه نبداو بها الماكله نتاعنا هي الاليف نبداو بالسلاطه بالنسبه لمريض السكري راهو لازمك تغلف معدتك بشويه الياف الخضره الضيه ومن بعد نيه أي. سلطه خضراء سلطه خضراء بسبيس فقوس ما اي نوع نتاع سلطه اللي حضرتها انت في مش مشوية لا مش مشوية ولا مفورة معها خبز المشوية اي وسلطه المفورة سلطه مفورة تنشف اما باش تلقاها غنيه برشا بالنشويات خاطر نحطوا فيها بطاطا نحطوا سفنيريا نحطوا بتراف دونك انا نبعد عليه الاحتمال هذا على خاطر جينيرال ما يعملوها بالبطاطا والسفنيريا دونك برشا نشويات دونك ماذا بينا نبداو بالسلطه الخضراء حتى كونتيتي صغيره راهو الالياف هذيك باش تحميك من لي بيك نتاع السكر ومن بعد نتعداو للسوب سورتو كان يحبوها حاره ولا حاجه باش المعده ما تعملش الجاير ما تتقلقش ما يطلعلكش السكر هذا الكل يحمينا معناها من بعد ناخذوا السوب نتاعنا ثالث حاجه هي لي بروتيين ولازم تكون كميه كافيه من البروتيين يعني دجاج يعني لحم يعني حوت حاجه من هذوما لازمها تكون متوفره في الوجبه نتاعنا بالنسبه للبريك انا ديما ما نجمش نحرم معناتها العباد راهم البريكه ولا من هكا الحاجه الشيحه نقول لهم على الاقل ما تقليوهاش راهو ابعدوا على المقلي راهو زيت وسكر يولي برشا في المعده. باش نقرب الزيت للسكر امنه خلينا نفسر نقول لك انا مريض سكري مانيش نعرف في ريجيم والا انا نحب ننقص في الميزان انا بريكه شنو باش تاثر عليا انا مريض سكري؟ كيف كيف راهو المريض السكر سورتو
تيب 2 راهو يخاف من السمنه، يخاف من الكوليسترول، يخاف من التريغليسيريد، هذوما كلهم يشكلوا خطر بالنسبه ليه. دونك باش تحافظ على ماكلتك ولا على سكرك لازم تكون الماكله نتاعك اكيليبري على جميع النواحي، مش كان السكر بركه، لي بروتيين لازمها تكون معتدله، لي ليبيد كيف كيف لازمهم يكونوا معتدلين والكاليتي نتاعهم سورتو باهيه. نحكي شويه على لي ليبيد اللي هما المعجنات اللي هما الحاجات اللي يحبوه برشا جماعه السكر. المقلي سورتو في رمضان نحن راهو نقليو برشا، دونك نحاولوا نقول لك ما نحرموهمش، اما ناكلوا بريكه مشويه، بريكه في الفور، ماهوش نجموا نعملوا سورتو توا فما برشا عباد ولات تعمل فيك الاير فراير زاده من غير من غير الزيت ولا حتى هكا دهنه صغيره بالزيت. دونك كان كليت بريكة ما ناكلش طاجين، وكان كليت طاجين ما ناكلش بخكات، وكان كليت راهو ما ناكلوهمش كل مع بعضهم. والمعقول هكا حتى مش من ناحيه التغذيه، تبذير وحرام وبالحق خساره صافي يعني. صحيح. بلاتو العظام يعلم ربي طب قداش العظام يعني كوتش بالحق يعني بريكه وطاجين وبقيت وطاخت سالي برشا تخو. اي سي فغي ساعات تلقى طاوله في رمضان فيها هذوما كل مع بعض. جيتني للطاخت سالي امنه فيها سورس بروتيين وفيها فيها الليبيد اللي هو لابات زبده. هل تنجم تكون هذه هي نقولوا احنا البورسيون نتاعك نتاع البروتيين نعتبروها بورسيون بروتيين؟ شويه لا شويه لازمنا نزيدوا معاها بورسيون اخرى نتاع دجاج ولا حوت ولا ولا الحملة شويه، خاطر ما تنجمش تاكل منها كونتيتي كبيره لا تاخت، خاطر فيها كمان ماتير غاس برشا، برشا زبدة فيها جبونات، فيها ما نجموش ناكلوا منها كونتيتي كبيرة باش تكون كونتيتي صغيرة تعوض نتاع الشهوة. نقص نجم تعوض لك البريكة، تعوض لك الطاجين، تعوض لك حاجة بسيطة الشهوات هذو. اي ما تنجمش تعوض لك الكونتيتي نتاع البروتين، سيرتو كو احنا ما ننساوش ناكلوا في وجبة واحدة فينالمون. حتى السحور باش يكون خفيف ماهوش باش يكون فيه كمية كبيرة نتاع بروتين، دونك يلزمنا ناخذوا احتياجاتنا من البروتينات في شق الفطر. واخر حاجة بالنسبة لمريض السكري باش ياكلها هي ليبات. العجين بصفة عام بيان سور مسموح به ما دامك تاخذ في دواء سكر والا تزرق في انسولين. معناتها لازمك تاكل سكر سينو كي كان يعني لازم لا بورسيون جورناليير. جورناليير ناكلو بورسيون جورناليير نتاع سكر، اما السكريات لازم تكون مؤشر السكري نتاعها ضعيف. شو معناتها؟ معناتها ناخذوا دي بات كومبليت، معناتها ناخذوا روز بسمتي ولا روز كومبلي، معناتها نجموا ناكلوا برغل، علاش ليه مش برغل بالخضرة؟ علاش ليه مش رز خضرة؟ علاش ليه مش كسكسي قمح؟ علاش ليه مش عدس مثلا؟ تنجم تكون راهي اون سلات بالعدس، هذيك الوجبة الفيكولون نتاعك، هذيك وجبة النشويات نتاعك. نجم حتى السلايطة هي سلايطة عدس، فيها التن وفيها العظم وفيها الخضرة. في كاس كله اي بنين هوني نجمو نستغنيو هوني نجمو نستغنيو على بورسيون تاع البروتيين اللي حكيت لنا عليه. كان هي فيها طن وفيها ديجا عظم وانت زدت كليت بريك سابا ما عادش تستحق بورسيون اخرى نتاع بروتيين. دونك يلزم المريض يعرف كيفاش يعدل الماكله، لازم يكون ايدوكي نوتريسيونيلمون، يلزم يكون يعرف كيفاش لازم يكون واعي بمرضه. اول شيء فاهم مرضه ويسمع بدنه. اي صحيح خاطر الانسان لازم يسمع. وراه فما شكون يتيح لهم السكر راه ينحيو السكر ينحيو برشا، ينحيو اكثر من اللازم، ما عادش ياكلوا حتى شيء لا عجين لا مقرونه، يخافوا يقول لك انا صايم ونزيد ناكل مقرونه ونخاف ونقصت من الدواء يولي يخاف. صحيح. لهنا يولي يتيح في الليبوغليسيمي، راهو لازم تاكل كونتيتي صغيره ربع صحن خمسه سته مغارف راهي كافيه باش تعطيك لي بوزوان نتاعك. واضح. قبل ما نمشيو لك الحاجه الحلوه والقيوه باش نرجعوا لهذيك شابيتر وحده، فما مرضى سكري مبليين بالتدخين. وي يعني بعد شقان يعني يحل شقان فاتره بكعبه دقله وكاس ماء مشيت كيف وطول سيجار وقهوه ذيك اللطف. اي صحيح فما منهم برشا مخاطرها هالسيجار وهذي اللي يعملوا بعد شقان فاتره مخاطره امنه بالنسبه للناس الكل يعني مش نختصوا في مرضى السكري. راهو واحد ديجا ماهوش ماكل ومعدته فارغه وين فما ريسك نتاع ايبوغليسيمي وزيد يمشي تكيف راهو يهرد في صحته يهلك في صحته. راهو نبعدوا على الاقل كي انت باش تتكيف خذ ساعه لي بوزوان تاعك من الماكله والماء سورتو خاطر خاطر الدخان يعمل يزيد يعمل لا ديزيدغاتاسيون. بالضبط. دونك خذ لي بوزوان تاعك وبعد اعمل السيجار وعلى ماذا بينا ما يعملوش جمله وماذا بينا يبعد عليه كومبليتمون بيان سور ماذا بينا. بالضبط. نجي لك الحويجه الحلوه القيوه بعد شقان الفطر
لكلنا يعني مرضى السكري او غير مرضى السكري، هذيك حاجه بريمورديال، حاجه لازم تكون في بعد شقان الفطر. بالنسبه لمريض السكري هل لازم ديريكتومون بعد شقان الفطر او كفارما البدن باش يحرق كل ما هو سكريات في البدن، او يبعد يرتح وقداش مسموح له من كعيب حلو؟ وشنو هو نوع الحلو بربي إيه؟ انا فاطمه راه خلاص كروه كل مره وكل رمضان انتم تحرموا فينا، تجيبونا في مختص التغذيه خير رمضان باش تحرمونا فيه، احنا على صحتكم راه بخيتو. باهي، هو دو بريفيرونس بالنسبه للمريض السكري راه يريح شويه، يعني نقسموا له السكريات نتاعو، ما نجيوش نجيو في نص ساعه ولا في ربع ساعه وناكلوا الكوتيتي نتاع السكر اللي مسموح لنا بها الكل، لا نرتاحوا شويه ومن بعد ناكلوا كالحاجه الحلوه هذيك مسموح. الحاجه الحلوه ساعه قبل كان باش تاخذها لازمها تكون بلاش سكر. اختار حاجه مثل قهوه حلوه وما تاكلش حلوه ولا والحاجه الحلوه قهوه تنجم تحضرها وحدك في الدار، وما دامك انت عندك ريسك وعندك مالادي اللي لازمك تستحفظ على صحتك راه تنجم نجم تاكل حاجه حلوه، حاجه ديتيتيك زاده فما تنجم تحضرها وحدك في الدار، ولا تاخذ حاجه ديتيتيك مثلا باقل الاضرار، مش مشحله مقروض وذنين قاضي راه ماذا بينا نبعدوا على والهريسه راهو برشا سكر، برشا سكر كميه ياسر كبيره نتاع سكر فيه. دونك ماذا بينا كان باش ناكلوا حاجه حلوه تكون مثلا سلاد دو فخوي، علاش ليه؟ هاي فيها دقله، فيها بنان، فيها تفاح، فيها تكون مخلطه. باش ناكل سلاد فخوي املتي خلينا ان بو ريزونابل، الله يحرمو من زيدا ولا راهي بالحق راهو مريض السكري راهو يعيش صراع كبير نفساني عنده الحق انه صراع يعني وتعب باثولوجيك يعيش يحس روحه مش يشبيني من ناكلش كيفكم، وهي سيتي لوكازيون باش العائله كامله تاكل يعني ماكله اكيليبغي. راهو مريض السكري مش لازم تحط له بورسيون نتاعو وحده ماكلته وحده انت على جنب وما تاكلش كيفنا، سيتي لوكازيون العائله كامله باش تعمل ريجيم اليمونتيغ اديكوا بالنسبه ما كلت مريض السكري ينجم يعيش بها اي انسان بالضبط، نجم تكون حميه ولا ايجين دو في، ايجين دو في مش ريجيم، تكون ايجين دو في يعيش بها العباد الكل، معناتها تنجم عائله كامله تاكل بنفس الطريقه وحتى حد ما يتضرر ما يتقلق حتى حد، الناس الكل تاخذ في اللي بزوام، بالعكس الناس الكل تستحفظ على صحتها، الناس الكل ما تسمنش، اللي عنده زايد شويه في الميزان ينجم يضعف، دونك راهي ماكله صحيه. باهي لعبة الحلو لعبة الحلو راي هي الحلوة اعمل حاجه في الدار مثلا اعمل مقروض مش ناقص شويه سكر، اعمل ديبولات مثلا بالدقله والفاكهه، والله راهي تعطي برشا انرجي وبنينه وما فيه وما فيه وما فيهاش سكر اجوتي، او ما تاكل فيه غله فيها الياف فيها تحطوا صحن الدبله وصحن السمسه وصحن مش مشحره على ليميت نجمو مشحره. دونك اي حاجه نقص السكر نعملوها في الدار، نحضروها بيدينا نعرفوا شنو فيها قداش حطينا فيها السكر حسب احنا لي بوزوان تاعنا، فما راهو بدائل للسكر اللي نجمو نستعملوهم كيما ستيفيا مثلا راهي سي ناتشوغيل بون ما نكثروش منهم برشا، نجمو نستعملوا الفركتوز وما نكثروش منه خاطر الفركتوز راهو يعمل التريغليسيريد دونك نستعملوه ديما بدي كونتيتي ليدي دونك نجمو نحضروا فينالمون في رمضان العباد تولي تحب الكوجينه وتحب الطيب وتحب الطنط كيما الطيب شقان فترك حضرك الحاجه الحلوه اللي باش تاكلها انت بعد شقان الفطر. واضح. به نختموا بال بال بالسحور امنه بالنسبه للسكري كيما قلنا قبيله السحور راهو في الفجر الصباح.